أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، متواجدون اليوم بأحدى بيوت المجاهدين الذين جاهدوا في سبيل هذا الوطن. متواجدون اليوم عند الحاج سلطان جبار من مواليد 1936، التحق بالثورة المجيدة في سن 17 سنة. لتفاصيل أكثر تابعوا معنا. الاسم سلطان، مولود 1936، التحقت في الثورة 54 مع خالي وخويا، كنا محروسين من فرنسا، هربنا قاعد ندخل الثورة. هذا هو رحلة الثورات، بعد الجبل هربنا، انصرنا ربي، اعطانا ربي الخير، ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. في ثورة نسيتها، هذه نسيتها، دولة الحبس دار هذيك الليلة، سبت بمعرفة هجوم على ذاك الحبس، كان واحد البوليس جزائري مع فرنسا، كي خسر الضرب رمالي متريات وقال لي خلا، هربت هذيك الليلة، هربت سبت بمعرفة، الله يرحمه، ثاني مجاهد شهيد، الله يبارك، وخرجنا رحنا، هذا باين لا، حرقوني وضربوني، قاعد تخبوني في ظهري. ظهري قومية، مش العسكر قومية، ضربون اللي ضرنا هم القومية والسلك، هذوك الجماعة اللي جو من عند فرنسا ضرونا بزاف، كنا نستغلوا في الستين، كنا نستغلوا في الستين، هما عطلوا الاستقلال، الحركة والسلك كلا منا بزاف، كلا ما بلا تأرض، برشيد تريسيتي في الكازرنا، احنا نبدو قطعوا هو يسنياني في الكازرنا ويبدا يطيح علينا الارتيري والمينات، راحت قال الله يبقي ان شاء الله. هذه الحكايه اللي عندي واللي الله يحفظك، الله يبارك لك، كل المصائب.